وكما نقول دائما هناك معركتان، واحدة في الميدان واحدة أمام اللجان. طبعا ما فيش مجال للمقارنة ما بين قدسية إنك بتموت من أجل البلد وإنك أنت من ناحية تانية مطلوب منك نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاثة، لكن في النهاية أنت بتبعت رسالة للجندي اللي في المعركة إن لا، وراك بلد تنزل وتشارك، ولو بيطلب مننا، لو بتطلب البلد دي مننا كمواطنين إن إحنا، أنا خايف أقول كلمة بنضحي، إحنا ما بنضحيش، أنت بتروح تمارس حقك الانتخابي لمدة يعني الوقت اللي يعني هتنفقه عشان توصل لصندوق الانتخاب وتعبى على وجهة نظرك، دي رسالة في منتهى الأهمية. ما نخليش الكسل يتفسر على إنه مقاطعة. امبارح واحنا قاعدين هنا الدواعش بعتين بيقولوا لنا يا مصريين ما تشاركوش، اصل الانتخابات كفر والديمقراطيه كفر، عايز تمشي ورا الدواعش اعدائنا وقلدنا. يعني مش منطقي، ليس من المنطق في شيء. الشيء الوحيد المنطقي ان احنا نعلن للدواعش وللاخوان ولغيرهم ولغيرهم وللعالم كله نحن اصحاب هذه البلد، ولا نريد ولا نقبل وصايه من احد عليها. ازاي؟ بانه اكبر عدد مننا ينزل ويشارك ويقول انا بملك هذه البلد. يوم الانتخابات بيتحول الحاكم الى محكوم والمحكوم الى حاكم. حاكم بيحكمك بقاله 4 سنين، انت يوم الانتخابات ده انت الحاكم وبتحكم عايزه ولا مش عايزه، يكمل ولا ما يكملش.